بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يحدث عندما تبدأ بتناول البطاطا الحلوة كل يوم؟ البطاطا الحلوة لذيذة ومغذية وسهلة الطبخ، وهي هي تحتوي على يعني 400 نوع أو أكثر. تحتوي فيتامين ألف وجيم وبيتا كاروتين، وهي تحتوي على السعرات الحرارية أكثر من البطاطا العادية، بطس يعني، أو البطاطا العادية في بعض البلاد. لا تزيد في السكر كما تفعل البطاطا العادية، وليك بعض الفوائد. من الفوائد هي مضادة الأكسدة، يمكن أن تدمر الخلايا، الجذور الحرة، وتؤدي الإصابة بالأمراض وحتى السرطان. بيتا كاروتين يلعب في دور في العناية بالصحة، وأيضا يلعب دور في النمو والتكاثر أثناء الحمل. البيتا كاروتين مضاد للالتهاب، يثبط الالتهاب عن طريق تقليل إنتاج المواد الشبيهة بالهرمونات التي تسبب الالتهاب في الجسم. فيتامين سي وفيتامين بي وفيتامين جي عناصر تساعد الحفاظ على صحة العظام والأنسجة. يساعد فيتامين سي على تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة والأسنان. تساعد البطاطا الحلوة التئام الجروح والحفاظ على المزاج وظيفية المخ الطبيعية. ويلعب فيتامين بي دور في الحفاظ على صحة بشرتك ومن حب الشباب. تحتوي البطاطا الحلوة على كميات من الحديد والزنك والمنغنيز، وهذه ضرورية لصحة الجسم. يحتوي البطاطا على كمية كبيرة من النشا الذي يحوله إلى سكر أثناء الهضم، وتحتوي كذلك على الألياف، وتوفر الكربوهيدرات بطيئة الاحتراق التي يمكن على الحفاظ على مستويات الطاقة دون التسبب في طفرات. تعزز البطاطا صحة الأمعاء لنمو البكتيريا، كما أنها غنية بالبروبيوتيك الذي يعمل على تحسين البكتيريا المفيدة في القولون. كما قلنا أن البطاطا غنية بالنشا مضادة للأكسدة، مجالها خيرا جيدا إذا تتطلعون إلى الوقاية من السرطان ومن الأمراض المزمنة ومن الأمراض القلب. تساعد البطاطا الحلوة في تقليل الالتهاب، لأن هذه الكربوهيدرات مضادة للالتهاب يمكن أن تكون فعالة مثل الأدوية المضادة للالتهاب دون الآثار الجانبية. تاني، البيتا كاروتين مضاد للالتهاب يمكن أن يكون فعال دون الآثار الجانبية. المضاد للالتهاب فإنها قد تقلل الإصابة بمرض السكري خلال تنظيم السكر في الدم، لأنها بتناول مجرد تناول تمازم المؤشر الجلايسيمي المرتفع. يبقى تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع بعد أكل البطاطا ربما كان أقل ضررا من أكل هذه الأطعمة لوحدها. منخفضة السعرات الحرارية يساعد على إنقاص الوزن، الشعور بالامتلاء والشعور بالتعب، وتخفض الكوليسترول.
النشا الموجود في البطاطا الحلوة لا يمكن امتصاصه من قبل الجسم، لكنه يعتمد على يساعد على تغذية البكتيريا الصديقة الموجودة في الأمعاء والنشاء المقاوم. يدعم الرؤية الصحيحة فيتامين ألف لأنه يساعد على صحة القرنية، كما يساعد على على الضمور، على عدم حدوث الضمور البقعي، وهو يعني مرض يصيب العين من الداخل. استخدم البطاطا الحلوة لخفض ضغط الدم، أمر منطقي وغني بالبوتاسيوم والصوديوم. يحتوي البطاطا على أكسيد النيتريك، مادة كيميائية تجعل الأدوية الأوعية الدموية تسترخي وتقلل العبء على القلب والأوعية الدموية. مقاومة للسرطان، وهي خصائص مضادة للسرطان. تحسين الوظائف الإدراكية، يمكن أن يخفض الإصابة بالخرف والزهايمر. وجدت دراسة أخرى أن تناول البطاطا الحلوة يحسن الذاكرة لدى الأشخاص لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف. وينصح بأكل البطاطا بدون تقشيرها، لأن معظم العناصر الغذائية موجودة في القشرة. أخيرا وليس آخرا، فإن البطاطا هي الغذاء المثالي بدون لمرضى السكر، بدون الخوف من ارتفاع السكر، وهي الغذاء الأساسي لمرضى الذين بيدابيتك أو الذين يخافوا من السكر. فهي مغذية، وهي مالئة، وهي رخيصة الثمن مقارنة بأي أنواع، حتى الخبز هي أرخص من الخبز. فيجب أن نعطي بها بعض الاهتمام، وهي آمنة تماما بالنسبة لمرضى السكر. نفعني وإياكم بما نقول ونسمع، لا تنساش لايك وشير وتفعيل الجرس واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن الورائي من دكتور حسن بالنت، والسلام عليكم ورحمة الله.